السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شباب، معكم حنتو جيمر احمد القحطاني من قناه ريبل ليجن. جيناكم اليوم بلعبه جديده، لعبه وركرز اند ريسورس سوفييت ريببليك. اللعبه هذه عباره عن لعبه سيتي بيلدينج مشابهه لتروبيكو ترانسبورت فيفر سيتي سكايلان. الالعاب هذه كلها سيتي بيلدينج، لكن هذه محاكاه واقعيه تقريبا لدول الاتحاد السوفيتي في فتره الستينات والسبعينات والثمانينات. فراح نبدا اللعبه ونستكشفها سويه. لعبت فيها شويه انا تقريبا، خلنا نحط اللي هي الماب ذا الجديد، ما قد جربته، جربت اللي قبلها انا. طيب انا لعبت باللعبه شوي. الله الله الله، اول مره اشغل الموسيقى، الله المتعه. طيب لعبت باللعبه، خلنا نقصر الموسيقى عشان لا تزعجنا. حلوين. لعبت اللعبه انا الصراحه شوي، في حال اني افهمها وافهم التحكم حقه عشان جيت ابدا نستوعب الموضوع. طيب كيف راح نلعبها بشكل مبسط جدا وسهل؟ راح نبدا نلعب في الاعدادات، ما راح نحط الاعدادات الصحيحه حقت اللعبه اللي هي تشمل كل حاجه، لا راح نحط لنا اعدادات شويه تسهل لنا اللعبه عشان نبدا نستكشفها سويته. اعجبتكم اللعبه وكملنا وحطينا جميع الصعوبات وخليناها واقعيه بشكل كبير. كيف واقعيه بشكل كبير؟ الان تشوفون. الفلوس ما راح نحطها ايزي، راح نحطها ميديوم. ريالستيك مود راح نلغيه. سعاده السكان حطيناها ريزنبل في الوسط. انرجي مانجمنت اللي هي تحكم بالطاقه حطينا المباني فقط، ما حطينا السيارات، سيارات بنزين ومن ذا الكلام. ووتر مانجمنت اللي هي المويه، تمديد المويه لا، السيزن لا، التدفئه نظام التدفئه ما نظام التدفئه، الحرائق نورمال، الجلوبال ايفنت ديسيبل، التلوث ديسيبل. نبي نستمتع شوي بالصناعه ونفهم اللعبه بشكل اكبر. ادكيشن سيميليشن اللي هو التعليم، كومبلكس مره معقد، انا جربته بالكومبلكس فبنخليه سمبل حاليا. كرايم اند جاستس اللي هي الجرائم والقانون نحطها انيبل. الترافيك سمبل اللي هو الازدحام من ذا الكلام. ريسيرشر ديسيبل ريسيرش لانه عباره عن فيتنا اللعبه باقي ايرلي اكسس. الدي والنايت بنحطها اولويز دي عشان وقت التصوير تبان لنا كل الاشياء. وراح نبدا من سنه 1960 والسيارات راح تكون مثبته على السنه حقتها. فنبدا بسم الله. طبعا فيها انظمه تدفئه وانظمه تعليم واشياء اشياء كثيره معقده، فاحنا ملغينها عشان بس نبي نستكشف اللعبه. طيب هذه الخريطه، نوقف اللعبه نبدا نستكشف الخريطه. الخريطه عباره عن جبال كثيره، ف زي ما تشوفون حاليا الحدود من الاشياء الاساسيه باللعبه اللي هي الحدود. عندنا تقريبا هي خريطه مربع، فعندنا زاويه كذا كامله شرقيه وزاويه كامله غربيه. تشوفون العمله عندنا بالروبل وعندنا الدولار. الدولار تتعامل معهم، الغربيه تتعامل معهم بالدولار اللي هي هذه، والشرقيه تتعامل معهم بالروبل، وتختلف الاسعار. طيب نبغى نشوف اللي هي الحدود، نبغى منطقه كبيره زي كذا فيها ثلاث سكك قطار وفيها اللي هو مداخل سيارات كثيره عشان من ناحيه تصدير واستيراد يكون سهل لنا. طيب نشوف الموارد. في عندنا الفحم منتشر تقريبا في الماب كله، ما راح نعاني معاه، وانا من حاليا ناظر للفحم. الايرون صراحه ما قد استكشفته. النفط قد استخدمت النفط الصراحه، النفط مره كويس. الاور ما عرفناها، النفط كويس. طيب هنا في منطقه نفطيه وحول الحدود الكبيره. طيب الجرابل، نبغى نشوف الجرابل. في مورد هنا مزعج جدا الى الان ما عجزت اني استورده صح، اللي هو الجرابل الحجر تقريبا. فيبغى لنا منطقة فيها جرابل مضبوط زي المناطق هذه. الماب ذا كله فيه جرابل. طيب نبغى نشتغل هنا جنب الحدود، نبغى نسوي مدينتنا هنا جنب الحدود. عشان المسافة راح توفر لنا السعر حق اللي هو المصنع محمد، سعر الاستيراد والتصدير كلها راح يوفر لنا. فنبغى نحط الخريطة هذه عشان نحاول نسوي الأراضي، ونحط البيلدينج على حسابنا مو على حساب احد من برا، ما نبي نجيب عمال من برا يشتغلون. طيب راح نبدا من البدايه، نبغى نسوي لنا خط بالديرت اللي هو خط ببلاش. نسوي لنا خط واحد زي كذا تمام، ونمده هنا من النص زي كذا، نمده لنا الطريق يشبك هنا. يا سلام حلوين حلوين. طيب مدينتنا نبغاها تكون هنا تقريبا في هذه المنطقة. نمد الطريق شوي. جالس افكر الحين بشغلة اللي هي شغلة سكة القطار، ما نبغاها تضايق المدينة. طيب نمد زيادة برضه. طيب حلوين.
نبغى نبني اول شيء. اول شيء هذا شيء تعلمته بس ما قد استخدمته الصدق، الا وهو الكونستراكشن اوفيس. الكونستراكشن اوفيس مجاني. طيب نبني لنا واحد مجاني نفسه هو العادي، لا مو نفسه، شو الفرق بينهم يعني. طيب هذا مجاني نبنيه، نبني لنا واحد في البدايه عادي يكون بعيد مثلا نبنيه هنا. حلو الكونستراكشن ولا لا نبنيه هنا؟ طيب لا خلونا نبنيه هنا مثلا. حلو نبنيه هنا. حلو نشغل اللعبه نخليه ينبني ولا نبنى دايركت؟ طيب نشتري له سيارات، بس هذه السيارات الموجوده شكل الكونستراكشن اوفيس هذا ابو كلب. نبغى الكونستراكشن طيب اوفيس السبكي، الا وهو هذا اللي نجيب فيه دركترات وشغل مضبوط. زي ما تشوفون حاليا المدينه جايه بالاصفر، فالارض مين مستويه، فنبغى نسويها. عشان نسويها نحتاج اكسفيتر. حلو فخلونا نبنيه على حساب الروبل. نسوي لنا الارض، نسوي الارض هنا ممتاز. طيب نشغل. حلو وقفنا. طيب نبغى نشتري السيارات. حلوين الاكسفيتر يبغى لنا، ايش الفرق بين الاثنين؟ تقريبا ما في فرق. ناخذ لنا 1 2 3 4. حلو 4 عشان يسووا لنا الاراضي. حلوين حلوين، هذا كله على حسابنا، نصير نسوي الاراضي على حسابنا. شفت قبل شوي كيف سوينا الارض بالفلوس بالروبل؟ الان لا، على حسابنا. هذا هدف اللعبة الاساسي او الاخير، انك تخلي كل شيء اعتمادك على نفسك. طيب نبغى نبني لنا محطة باص اساسية. وين محطات الباص؟ هذه باص بلاتفورم، محطة باص اساسية هنا تكون تقريبا، عشان هي اللي تنقل لنا الناس في الدولة. طيب احنا وش قلنا عندنا موارد هنا؟ المنطقة الصناعية نبيها تكون هنا. خلونا نقلب الماب زي كذا افضل. نبدأ نتوسع هنا جهة النفط وجهة الدنيا كلها. طيب النفط عندنا هنا. حلوين حلوين. طيب في البداية راح نبدأ بالزراعة. نمشي حبة حبة. طيب من هنا عندنا المباني، خلونا نبني مبنيين. الآن المباني ما فهمت فيها بشكل كبير، لكن نبني لنا أكبر مبنيين ونحط طرق للمشاة. مشاة زي ما تقولون المواطنين يمشون على رجولهم. خلو شبكناهم من هنا ممتاز. نحط لنا طريق من هنا برضه كذا وشبك الطريق. حلوين هنا راح يسكنون الناس. طيب الناس وش يحتاجون؟ راح يحتاجون اكل. في عندنا البقالة راح تبيع لحم وخبز، عندنا هنا سمول شوبينج سنتر راح تبيع شغلات اكثر، هنا خبز الكترونيات، بس هنا المول راح يبيع اشياء كثيرة بس راح يحتاج عمال كثير. فخلونا نجي على السمول شوبينج نبنيه هنا. يا سلام. طيب الكحول ما راح نبني الكحول، سينما راح ترفع لنا الكلتشر، نبني لنا سينما واحدة بس اتذكر انها مهمة. طيب تقريبا كذا. السبورت يحتاجون سبورت، نبني لهم سبورت هنا، نبني لهم برضو مبنى ثاني سبورت هنا، نبني لهم مسبح. حلوين حلوين. طيب الصحة يحتاجون مستشفى، نبني لهم مستشفى هنا، نبغاها كلها حول البس ستوب زي كذا. اهم شيء انه في مكان يقدرون يوصلون له مشي. وفاير ستيشن اللي هو مطافي، نبني لهم مطافي هنا. واورفنج اللي هو الميتم، لان في حال مات احد، تشوفون شفت الدركترات حقتي قبل شوي هي اللي اشتغلت. طيب الجامعات خلها بعدين، هذا كله خلها بعدين. طيب هنا ما نحتاج نبني شيء، هنا نبي نحط لهم تمثال يرفع لهم الولاء، النجمه الحمراء. طلب نجمة حمراء عشان يرتفع ولاءها. حلوين. طيب كذا تقريبا سوينا مدينة شبه مو متكاملة بس اتفي بالغرض. حلوين حلوين، هذه مدينتنا. طيب نحتاج لنا تمديد كهرب. وين أقرب مكان كهرب؟ ما أبغى أصنع كهرب نفسي حاليا، نبغى نشتري كهرب من برا. طيب هنا في خط كهرب، نمسك نسحب لنا خط إن شاء الله نمشي فوق الجبال. ايوه تمام، نمشي فوق الجبال
نبغى نبني لنا سب ستيشن اول شيء، تحاول انها تغطي كل حاجه. طيب عندنا سب ستيشن هنا تغطي كل شيء كذا تقريبا. جيدة، حلوة، يوصلها الشارع. ايوه كذا يوصلها الشارع، تمام. طيب نمد لنا سلك الكهرب كذا، ممتاز. وين السويتش؟ نمد لنا من الكبار ذي عشان يقسم لنا. افا ليش ما يقدر ينزل؟ ولا يقدر ينزل. حلو، نمده هنا ونحط لنا هنا سويتش اللي هو وين يكون هذا. يب، يحول من كبير لصغير، تمام. نمد لنا الكبير هنا، نمد لنا صغير زي كذا. حلوين، وصلنا الكهرب. بس نروح نشتري الكهرب الآن، نطلب 100% يعطينا اللي بنحتاجه. طيب حلوين حلوين. طيب الان يبغى لنا مستودع، يبي لنا مستودع مستودع مستودع. وين المستودعات تجي؟ هنا اتوقع. ديستريبيوشن اوفيس، راح نحتاج ديستريبيوشن اوفيس. المجاني ذا شكله ابو كلب. ديستريبيوشن اوفيس ميديم. طيب نحط ديستريبيوشن اوفيس هنا. تمام. طيب مستودعات القطار وين هي؟ وين مستودعات القطار؟ كارغو ترين ستيشن، ايوه هذه الترين ستيشن هنا، كويس. طيب نبغى شوي نقربه كذا عشان يقدر يلف سكة القطار، تلف من هنا، ممتاز. نبي نشبك سكة القطار من الان عشان لا نتقرب. طيب نشبك لنا سكة القطار واحدة، حلو. طيب المستودع هنا اموره زينه. الديستريبيوشن اسم بنينا هنا، خلينا نبني الديستريبيوشن اوفيس الان. نبني الديستريبيوشن اوفيس هذا، نشغل اللعبه شوي. خلونا نبني نبني الان، نبدا نبني. ما ودي اطول عليكم، بنبني الاشياء المهمه. الملاعب نبنيها، شو ممكن نبنيه. الباص ستيشن هنا امورها زينه، السينما ما يحتاج، اوكي نبنيه. طيب حلوين حلوين. هنا منطقة تخزين المفروض نبغى نعزز منطقة التخزين هذه بال هذه. وش هي؟ سبيس فور فيكل كونتينرز لارج. لا هذه ما راح تفيدنا. رود فيكل لا خله كذا، كم المساحة اللي فيه؟ بيلدينج وذاوت باور، افا. طيب يبغانا نحط لنا هنا برضو منطقة ستيشن، سب ستيشن هنا، تحاول انها تغطي الدنيا كلها. طيب كذا ونمد لها كهرب، حلوين الى هنا، ممتاز. طيب كيف الوضع الان؟ building is without power supply this building construction or house. طب 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 كلها مو وصلها باور، ليش؟ اوه هذا ما بنيته. طيب بنينا، حلو. المفروض الان يوصل كهرب، الناس بدوا يسكنون عندي، نوقف. طيب يا حمد وش تسوي الان؟ يا حمد وش تسوي؟ وش نسوي؟ نبني الهوسبيتال، خلونا نبني كل شيء، خلونا نبني نبني كل شيء. حلوين. طيب نبي نبدا زراعه، نزرع اول شيء، اول شيء نبغى نزرع. نروح لنا البيج فيلد. دقيقه الطريق يمشي من هنا، يا رب انه يمدي يدخل من هنا. ايوه ممتاز، حلو. نحط لنا طريق زي كذا، حلوين. خلاص نبدا نبني هنا فيلد. نبغى نبني أربعة فيلدز كبيرة زي كذا، واحد اثنين حلوين ثلاثة.
أربعة. حلو. فلنا تقريبا أربع مزارع. نبغى نبني اللي هو الفارم. لا كبير مشكلة. نبني لنا صغير. لا ما نبغى نحطه هنا. نبي نحطه. شلون نحط أفضل طريقة؟ خلونا نحطه هنا. حلو. نمد لنا طريق منه. حلوين حلوين. طيب الزراعة نحط لنا ميديم. ميديم كويس. طيب حلوين. بنينا لنا هنا المكان اللي يضبط المزارع. نبي نهد الطريق هذا ونحط لنا هنا منطقة باصات زي كذا. حلو. ايوه منطقة باصات ممتاز. نبنيها خلاص. يصير الباص ياخذ منه السكان ويجي ينزلهم هنا يشتغلون في نفس الوقت. ينزلهم عند هذول الحقول. طيب نوقف. نبغى نشتري السيارات اللي تدخل لنا. اول شيء عندنا الكفر تول خليك منها. الهاربس خليك منها. نحتاج اربع سنين. افا ما في باور. ليش ما في باور؟ There is no field assigned building without power supply. باور سبلاي. بدينا نعاني مع الكهرب. طيب نحط لنا باور ستيشن كذا هنا شوي بعيد. حلوين. ونمده زي كذا. حلوين. ها في باور. يب في باور لكن يقول لي ما في assigned field. طيب وهذه field requires worker. ما في باصات توصلهم. طيب حبة 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 حبة. دقيقة شغل كثير يا عيال. طيب ديبوت. ناخذ لنا فيكل ديبوت. اشتغلت التراكترات. يا بدأت تشتغل. حلو. اتوقع الناس بدأوا يجون هنا. طيب نحط لنا طريق من هنا زي كذا. ممتاز. ابني يا بالله. نبغى نشتري باصات الآن تشتغل تودي الناس وتجيبهم. تشوفون الناس مجتمعين هنا. شعبي العظيم شعب الاتحاد السوفيتي العظيم. رايحين يشتغلون امورهم زينة. انبنى الديبوت. طيب نبغى نشتري لنا باصات. باصات نبي ناخذ لنا هذا يشيل 52. ناخذ لنا اثنين. حلو. نعطيهم اوامر من هنا الى هنا. انطلقوا. ننسخه ونلصقه هنا. حلو. ستارت. يا سلام. الان بيحملون الناس من هنا ويودونهم هناك مكان الشغل. طيب نبغى نخلي هنا منطقتنا الزراعيه تقريبا صناعه المزارع وكل شيء. طيب بعد ما ناخذ الكربس نبي نخزنها هنا. حلو. في عندنا هنا مكان تخزين. حلو. راح يخزن. ونبي عندنا في مصنع فود راح يصنع له خبز. مصنع الكحول ما نبغى الكحول. هنا مصنع بقر. هذا لايف ستوك. طيب نبغى الفود. اول شيء نحتاج مصنع الفود. طيب نقول به كذا مصنع الفود. حلوين. وحق البقر انتم كرامة عشان يطلع لنا لحم. طيب نقول به كيف كيف ابغى اجيبه بطريقة ممتازة. نقول به كذا صح. اشبك. ايوه اشبك الطريق. طبعا تشوفون الطريق ذا الاخضر الحين اللي فوق هذا يصير اوتوماتيك يوصل له. يصير ما احتاج اجيب ناس يوصلون. طيب ما راح نبني حاليا. نبي نوصل الطريق فيه زي كذا. حلوين. كيف الطريق كذا. طيب حلوين. شيء موقف حاليا نبني ذا. طيب بدينا والله نستخدم فلوس كثيرة. الآن هذول بدأوا يحرثون. نشتري من الآن أشغال الكفرد هول هذه اللي راح تودي وتجيب. الهاربست أربعة. حلوين. حتى هذه خليها أربعة. حلوين. خلاص المزارع بتاخذ وقت الآن تشتغل.
حلوين حلوين. طيب الان نحتاج الموارد، نشوف الكونستراكشن اوفيس ايش راح نحتاج موارد. There is the sources of gravel not assigned, there is filled plant not assigned, the concrete plant not assigned. طيب طيب وش راح نحتاج؟ راح نحتاج خبز، ملابس، لحم. اخذ لنا سيارة من هنا، اخذ لنا يا طمر السلامة الكفرد هول، سيارتين حلو، ريفريجيتر سيارة واحدة، كذا امورنا زينة تقريبا. حلوين. هذا الديستريبيوشن اوفيس راح نعطيه مهمة يروح للحدود ياخذ من عندهم خبز وملابس حلو والكترونيات، ويجي ينزلها هنا في الستور. ممتاز ممتاز حلو. انطلقوا الريفريجريتر برضو وخبز اللحم برضو يلا عشان برضو حق اللحم يشتغل. طيب راح نحاول ان نعتمد على نفسنا انه احنا نجيب الموارد، لان الان زي ما تشوفون الاغراض هذه جالسه تنشر بس تنشر بسعر غالي مع قيمه التوصيل، فانا بروح اوصلها بنفسي من هذه الشاحنات بعدين بستخدمها بنفسي انا. طيب كذا امورنا زينه، الان بدت مزرعتنا تشتغل. الان هذولا بيطلعون هذولا بيسوون الخبز حلو، بعدين الخبز وين بيروح؟ نبغى الخبز يروح دايركت هناك على البقاله. تمام تمام. طيب الى الان امورنا زينه. نبغى نسوي الان تصعيد غير مبرر. كم صورنا؟ 21 دقيقه يمدينا نسوي. نجهز ريفاينري حلو، منطقه ريفاينري يا طويل العمر السلامه هنا مع سكه القطار، ولا لا سكه القطار ذي ما تفيد. نبغى نحط لنا ريفاينري. وين النفط؟ النفط تقريبا هنا. حلوين، هنا منطقة النفط، أقرب منطقة النفط، فنبي نحط الريفاينري حقتنا هنا. حلوين كذا حلو، الريفاينري هنا، ونبغى قطار حق الفيول. وين قطار الفيول؟ في قطار اللي يحمل لنا بنزين، كارغو ترين. وينه قطار الفيول؟ اتوقع ليكويدز هنا. يبي لود اوف لود، هذه منصات، هذه السيارات كلها. نبغى القطار، هذه السيارات، ما نبغى السيارات، هذا هو حق القطار. حلوين حلوين، نبغاه يستلم من هنا حلو، يستلم دقيقة من هناك. طيب نبغى يستلم من هنا حلو، نبني هذا ونمد سكة القطار من هنا. حلوين، نمسك سكة القطار من هنا كذا زي كذا. حلوين حلوين، هو راح يستلم من هنا، راح يستلم اللهم صل محمد اوكي، راح يطلع النفط من هنا ويحطه هنا، لكن التنزيل شلون؟ نحط لنا خط قطار ثاني ولا لا؟ خلاص بس كذا انف، خله هنا، ما راح نبني، بعدين راح نشتغل عليه. طيب نسرع الان، امورنا زينه، السعاده مضبوطه، الشعب عايشين بس يشتغلون، دخلنا جالسين نستنزف شوي في الدخل. نبغى نشتري لنا هنا السيارات اللهم صل محمد اسعاف، ناخذ لنا سيارتين صغيره. قطاع المدني ما بنيناه، ابنوه ابني يا وحش ابني. طيب ناخذ لنا سيارتين دفاع مدني حلو، في حال اي حريق اي حاجه. طيب كذا الان امورنا زينه. الكونستراكشن اوفيس وش ناقصه؟ ناقصه جرافل، ما عندنا جرافل، ناقصه زفلت، ما عندنا زفلت، ناقصه كونكريت. طيب نبغى ثلاث سيارات تجيب لنا هذه الاشياء. وين الدمبر؟ لا هنا، هنا راح تجيب لنا ازفلت وجرافل.
ناخذ لنا اثنين. حمل لنا بالله يا طمر السلامة جرافل وازفلت. انا الازفلت 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 بسم الله. وين الازفلت؟ يهو اقول ما في ازفلت. طيب ما عندنا مشكلة وسوي لها اللود هنا. سوي لها اللود هنا. ليش؟ What the fuck؟ حمل الجرافل هنا مو تستلم جرافل ولا هنا نحتاج. ما هنا ما في مستودع نحط له نشبك فيه مستودع. اوكي اوكي طيب يبغى لنا مستودع بسيط. وين المستودع؟ هذه كارغو ستيشن. لا والله ما ينشبك فيه مستودع. خله بعدين. طيب اجل خله بعدين خله بعدين. طيب الان الزراعه امورها زينه. في ناس سكان هنا يجون ولا لا؟ ما في ناس يشتغلون حاليا هنا. البساط شغال على الفاضي. ننتظر الزراعه تخلص. طيب ودي اشغل اللي هي الريفاينري هذه. المشكله راح تحتاج سكان كثير. شغل نبنيها. حلو ونبني محطه القطار اللي هنا. حلوين. نمدها هكذا. حلوين. ليش جايه بيضه؟ عشان ما انبنت يعني. وين السكه؟ غريبه. ما علينا منهم. طيب جالس تنبني الان ريفاينر. ريفاينر مره مكلفه مره مره مكلفه. فنبي نحاول نطلع قيمتها. على بال مزرعه تخلص زراعه راح تاخذ وقت. بنزود المزارع ان شاء الله. طيب فكرتنا كالتالي حاليا اننا ناخذ نفط شوي شغله لانه بعيد النفط من هنا ويحتاج لنا السيوله. فنبغى نشتري اللي هو النفط الخام وزي ما تقولون نكرره. حلوين. لكن ابي اتاكد من مداخل ومخارج الدنيا هنا. طيب من هنا الدخول. نبي الخروج. نبي نحط لنا خط تحت الارض زي كذا. ليش كمل كذا تو لونج؟ افا نبي نحط اللي هو وينه. نشوف اللي تحت الارض. ايوه اللي تحت الارض هذا. طيب هدل لي ذا بالله. ايوه كذا يا سلام. حلوين حلوين. خلاص تصير هنا محطة قطار واحدة تودي وتجيب. حلوين حلوين. هنا ممدودة الدنيا؟ لا مين ممدودة. حلوين. طيب في ناس يشتغلون هنا؟ لا ما حد يشتغل. نحتاج لنا باور سبلاي هنا. يو ذا الباور سبلاي. هذه من المشاكل انك تقعد تنقل الدنيا بعيدة عن بعض. حط لنا خط سبلايز كذا. حلوين. نهد هذه الدنيا اللي هنا. افا هذه ما انبنت. وانا احس اني ما اتكهرب. دقيقة دقيقة انا جايب ام العيد يا عيال. ما في كهرب هنا صح؟ اي ما في كهرب. كلها ما فيها كهرب. حتى هذا ما انبنت. طيب. وهنا طيب. حتى هنا. طيب طيب راح نبدا الان نمدد الكهرب. هذا انبنى. حتى ذا ما انبنى. طيب. كونستراكشن. في طريقه اللي هي نسوي زي كذا تحدد. ابني لي هذه. ابني لي هذه حلو. ابني لي الخط هذا. حلو.
كذا امورنا زينه. طيب نشغل انبنت المفروض الان وصل. ليش بيلدينج وذاوت باور؟ وش اللي باقي ما هو مدينا احنا؟ كيف بيلدينج وذاوت باور؟ بيلدينج وذاوت باور. وصل لك الفولتج يا حبيبي، وصل له الفولتج. في شيء ما هو مبني. طيب anyway احنا نبغى نحط لنا سويتش هنا، نبي نهد هذا كذا، نحط لنا هذا الشيء اللي هنا. لا 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 سنسر. نبي نحطه كذا عكس، ايوه كذا حلوين. نكتبك هنا ونكتبك كذا. طيب وانت نبيك تجي كذا وتمد وتكتبك هنا. طيب ها كيف الباور؟ هل انا جالس اشتري اصلا؟ امبورت، ايوه الان المفروض تشتغل الكهرباء. الان كله ود باور، ايوه كله ود باور. اثاني اللي ظلمهم ما كان عندهم كهرباء. طيب نرجع هنا الاوتو اللي هي طرق القطار. يا سلام حلو بنيناها. حتى اللي تحت الارض هذا منبني ولا لا؟ اي بانينا ممتاز. طيب نو وركر نو ريسورسنج ميسنج اويل، ما في اويل. طيب حلوين ما عندنا مشكلة. اول شيء بنسويه نهد الطريق اللي هنا كذا، ونحط لنا محطة ستوب باص. حلوين، ونمد الطريق كذا خلاص الناس اللي يوصلون يشتغلون هنا. حلوين حلوين. نبي نحط لنا ترين ديبوت. وين الترين ديبوت؟ هذا هو الترين ديبوت، نحطه كذا هكذا. حلو هذا اللي بيعلن قطارات. حلوين حلوين، ونشبكه كذا ممتاز. طيب الباصات بدل ما هي الاثنين تشتغل، نبغاك تقفل هذه. نبي نحذف هذه، شلون؟ نبي نوقفها كلها. لود واللود لود واللود. nothing nothing delete stop delete stop. يب هنا برضو delete stop. طيب راح نحطه من هنا ويشتغل هنا. ممتاز ممتاز. هد هذه وهد هذه خلاص. هذا واحد ثاني. الحين واحد يوصل منطقة صناعة المزارع، واحد للصناعة النفطية. حلوين حلوين. المفروض نشتغل. عندنا العطالة صفر، ما عندنا ناس عاطلين. طيب في نفس الوقت نبغى نبني لنا هنا شوية بيوت، دامنا احنا ما عندنا مشكلة في ال شو يسمونه، ما عندنا مشكلة في التلوث. نبني لنا فلات واحد هنا. حلوين، وفلات واحد هنا. طيب ممتاز. هذول الناس في الغالب اللي بيشتغلون هنا في المنصة. طيب القطار، نشتري لنا قطار الآن. باي ترين، نبغى أقوى قطار في الحياة. سبيد، لأن المسافة قريبة عرفتوا؟ والله غالية القطارات مرة. لا أنا ما نبغى حق باسنجر، نبغى ديزل. هذا شيل 250 طن. حلو الكارغو، نبغى هذه النفطية. نحط 1 2 3 4 5. حلوين حلوين. طيب أنت يا صاحبي تنطلق هنا، تروح تحمل أويل خام. حلو، تنزله هنا. حلو اللي هو تنزل الأويل وتحمل فيول وبيتيوم، وهنا تبيع الفيول والبيتيوم. حلوين، نقول ستارت. يلا بسم الله، الآن راح يبدأ الشغل المفروض. طيب
الان المفروض انه بيروح يحمل، نشوف يحمل لنا 300 طن بنزين. حلو، خلونا نوقف هنا تقريبا، صورنا 35 دقيقه نوقف، راح نشوف الحلقه الجايه تزين الامور ولا ما تزين الامور. يلا يعطيكم العافيه، كان معكم اخوكم محمد القحطاني من قناه اريبيان ليجن، والسلام عليكم.